هلو. طبعا رادت تصور وياي من زمان قاعد تنتظر خطيه. شنو اسمك؟ اسمي آسيه. شنو اسمك؟ آسيه. آسيه؟ كل عام وانتي بخير آسيه. لا آسيه كمان الممثله نفس الشيء اسمها آسيه. شايفتها؟ تعرفيها؟ هسه اكيد ماما طلعت شيء بالتليفون. آسيه انت يا صف؟ اول. اول ابتدائي؟ كل عام وانتي بخير اول شيء، وان شاء الله سنه سعيده عليك. المن حابه تعايدين؟ المن تقولين هابي نيو يير؟ المنو بالمدرسة؟ استالي. اوكي، وماما ما تقولين هابي نيو يير؟ كل عام وانتم بخير، سنة سعيدة عليك يا ربي. أمنية خاصة وأمنية عامة؟ أمنية عامة، نتمنى أكيد لبلدنا الأمن والأمان، ويا رب إن شاء الله يتحسن دوم، كل سنة تتقدم وتتحسن دائم. إن شاء الله يا رب. أكيد الأمنيات الخاصة. هواي أمنيات خاصة. يعني ولو أولها أولها، يعني أتمنى التعيين صراحة، يعني أنا متخرجة معاناة جميع العراقيين. متعينة صار لي 5 سنوات وما في فرص التعيين، بس بالأهلي، والأهلي تدرين بي يعني صعب همات الكرة، يعني رواتب قليلة، ممكن انه صعوبة بالضبط اذا عائلة عندك، فالحكومة شوي تقيدهم شوي من ناحية الضمان، في تساهيل اكثر. صح، تساهيل اكثر، ضمان اكثر، وفعل هذا نتفائل ان شاء الله يا ربي على السنة الجديدة تعينين. طيب لمن حابة تهنين؟ والله اهني اهلي والاصدقاء والكل. هاي تهني عامة، تهني خاصة؟ تهني خاصة، اهني يعني اهلي شخص خاص خاص كلش سبيشل. سبيشل والدتي اكيد، الله يحفظها لك يا رب. اخوي لانه مو يمنا هالسنه مسافر، اكيد يعني تهنئه. حتى تحتفلون وحدكم يعني؟ يعني احنا دائما الاحتفال براس السنه نحتفله بالبيت يعني، وكلنا ها يعني ما تطلعون؟ لا ما نطلع، يعني نسوي اكل وحلويات ونحتفل بالصعادات بالبيت، لانه الزحام برا و... ما نفضل وعوائل، فافضل بالبيت. الاطفال يعني شويه يبهذلون بالطلعه مرات، فنحب نحتفل يعني بالبيت باجواء عائليه حلوه. صح، هم حلو تصير اكثر يعني. صح، بس اخوي هالسنه مسافر، فاكيد اهنيه تهنئه خاصه له، يعني حنفتقده هالمره. كل عام وهو بخير حبيبي وانت بالف خير ان شاء الله يا ربي. الله يحفظهم لك يا ربي. امين، الله يخليك. اما شخص ما تحكين وياه وتصالحين عن طريق شاشه الرشيد الفضائيه؟ أي. أي. يعني اكيد نبدي هاي السنه يعني، حتى اللي شخص مزعلته؟ لا تذكري لي اسمه. والله ما عاد صراحه شخص مزعلته، يعني العراقيين كلهم طعمه كلهم طيب، ما عندي صراحه صديقه. والله يعني ما عندي صراحه جوارين. ابن خاله، بنت خاله، ابن لا حتى اذا كان اكو شخص مزعلته وما دا يخبر هسه ببالي، فاكيد اقول له نبدي بسنه سنه تسامح. زين منو يغني لي؟ آسيه هي قالت يعني اردت. يلا آسيه غني لي. يا بطيابة اسبح بالشط كل سمكه، ادب الشبكه ميني انا تنجل منها على الجفيخ وفيخ. الله ذكرتني بطفولتي، كنت اغني هاي الاغنيه، كنت اغني هذا النشيد. بعد ايش حافظه؟ حافظه؟ تذكرين؟ لا تعرفوا نعنوع ابو نعنوع اذا هيك على هذا الحكي. يا بابا يا بابا انت تغني ابو نعنوع. يا جماعه ها؟ يلا يا اغنية. يلا. طيارتي احبها من ورقي اصنعها، طيارتي سريعه خيوطها رفيعه، اسحبها فتنتفى في الهواء تنتفى، في راسها تميل وويلها طويل، تطير فوق راسي بعد انتهاء درسي، تطير فوق راسي بعد انتهاء درسي، طيارتي احبها. الله عاشت ايدك، شنو هالنشيد الحلو هذا؟ معلمتك اياه بالمدرسه لو ماما معلمتك اياه؟ ماما. ماما عافيه ماما. اكيد فزتوا ويانا من شركه تيباميد سكين كير. هذا انت وماما خلي من عنده. اوكي، وايضا من هايبر ماركت وفر قسيمة شراء، هذه تتسوقون من عندها من هايبر ماركت وفر. ومن شيل ومشي هذا مطعم بي اس اي دي. وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله سنة سعيدة عليكم يا حبيبي. حبيبي نورتونا.